أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، يقول قد شهد الله سبحانه في هذه الآية بأنهن مؤمنات، فلماذا يمتحنهن الصحابة وهن مؤمنات؟ الظاهر يعني إذا جاءكم المؤمنات أي قد يكون مؤمنات، لكن مجيئهن مش القصد منه، هل هو فرار بدينهن ولا طمع؟ ما كل من جاء يكون قصده حسنا ولو كان مؤمنا. نعم.